السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوتيوب، كيفكم اليوم؟ اليوم راح أتكلم عن 5 أشياء متعلقة بالتصوير رخيصة وبسيطة بس ما بقدر أستغني عنها أبدا. أول شيء حافظة الدواكر، هذه عبارة عن أنها حافظة بتحفظ الدواكر. شوف بتشيل تقريبا هنا 6 من الدواكر SD كارد والسي اف اللي هم الكومباكت فلاش كارد بتشيل 3. انا كنت جايبها فيها الكومباكت فلاش كارد عشان كنت بستخدم الفايف دي مارك 3 فبتستخدم هذه الدواكر. الان انا هذه الجهة مش محتاجها، بتقدر تطلب شيء فيه 6، تقدر تستخدم من هون 6 وهون 6 SD كارد اذا كنت تستخدم بس SD كارد. ميزتها انه عليها ربر من هون فبتسكر وسيلد، لو اجت مي لو اجى اي شيء على الدواكر تبعتك مش حتتاثر طبعا الا اذا غرقت. انت اهم شيء انه الفوتج او الصور اللي انت بتصورها تكون حافظها بمكان امن عشان ما ترجع بعد هيك وتلاقي الذاكره تبعتك انضربت او خربت. بتساعدني كمان اني اتذكر اني اخذ الدواكر معي، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني اللي ما بستغني عنه ابدا، تقريبا 90% من الشغل بشتغله عليه، هو الواكوم تابلت. هذا التابلت اللي بستخدمه لما بدي اعالج الصور. هذا ارخص واكم تقريبا ممكن تحصله، بسعره يمكن 300 ريال، 300 بلس يعني تقريبا 100 دولار، مع الخصومات ممكن تلاقيه ارخص بكثير كمان. ما حبيتش اني اجيب الكبير لانه هذا بيساعدني حجمه بالسفر، بشيله معي دائما مع اللابتوب بكون حاطه. في كيت وايرلس ممكن انك تجيبه، لكن انا استرخصت موضوع الواير، مش مشكلة بصراحة كثير كانت موضوع السلك. لكن في كيت تقدر انك تستخدمه وايرلس، تركب عليه الكيت الوايرلس وتصير يصير وايرلس، يشبك مع الكمبيوتر واي فاي وتستخدمه. مفيد جدا جدا جدا، بيختصر عليك وقت وخفيف واسهل من الماوس بكثير بالتعامل، خصوصا لما بدك تعالج صور كثير او فيديوهات كثير وبدك تركب وترسم وحرق وتفتيح في الصور، بيساعد جدا 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 في المعالجة. انا ما بستغني عنه، 90% من الشغل طالع من هذا. الشيء الثالث هو الاكسترنال هارد ديسك. انا بستخدم هذا الهارد ديسك من لايسا مش عارف بصراحة، بيتحمل الصدمات. في عندي اكثر من هارد ديسك ثاني كلها تقريبا نفس المواصفات، اهم شيء انك تجيب اكسترنال هارد ديسك يكون بيتحمل الصدمات وحجمه كبير. هذا 2 تيرا. هذا الهارد ديسك مش مصمم انه يكون قاعد جوا الاستوديو، هذا معي على طول، اغلب الشغل موجود عليه. انت ما بتقدر تخلي شغلك كله على اللابتوب لانه في النهايه اللابتوب له مساحه محدوده 250 جيجا 500 جيجا، لازم يكون معك اكسترنال هارد ديسك تحط شغلك عليه وتوزع الشغل وتعمل باك اب. الشيء الرابع اللي ما بستغني عنه ابدا اللي هو بيك ديزاين ستراب. انا ما بستخدم ستراب الكاميرا كثير، لكني بستخدم هذا الستراب. هذا الستراب اللي هو بيك ديزاين من بيك، هو مش رخيص كثير يعني سعره تقريبا 60 دولار، لكنه بيساعد جدا جدا جدا. ميزته انا طبعا مركبه على الكاميرا هذه اللي انا بصور فيها، لكن جبت لكم المثال على هذه الكاميرا. ميزته انه انت بتقدر تفكه وتركبه بسهوله، بيجي معاه 4 من هذا الكليبس، اوكي، بيركب فيها بسهوله وبينفك بسهوله، وبيجي معاه قاعده تبعت الترايبود. لو كان الترايبود تبعك بيستخدم نفس هذه القاعده راح يكون سهل عليك انك تركبه. هذا الستراب عريض وثقيل، انا كنت جايبه للكانون للدي اس ال ار. في منه نوع بيجي اخف واصغر للميرورلس. في كمان ميزه حلوه انه انت بسهوله تقدر تغير طول الستراب بكل سهوله، حتى وانت حاط الكاميرا بسهوله بتقدر تغير طول الستراب. الشيء الخامس والاخير في قائمتنا اليوم، غوريلا بود من جوبي. غوريلا بود بيستاهل كل قرش بتدفعه فيه، هو تقريبا سعره بين 60 ل 70 دولار. انا مش هحصر الموضوع في اني دائما بشيل معي الغوريلا بود، لكن لازم يكون في معك ترايبود صغير غير الترايبود الكبير. انا كنت بستخدم المانفروتو ترايبود صغير، لكن وجدت انه الغوريلا بود او الجوبي غوريلا بود تحديدا مش اي واحد رخيص، مناسب جدا جدا واسهل في التعامل، تقدر تثبته في اي مكان. في انواع كتير رخيصة لكن ما بتتحمل زي ما بتحمل الجوبي. بيجي معاه الهيد، هذا بول هيد، وبيجي معاه اللي هي الكويك ريليز بلاي. بتمنى يكون اعجبكم هذا الفيديو، اعملونا لايك وما تنسوا تنشروا المحتوى وتعملوا سبسكرايب في القناة، تفعلوا جرس الانذارات، واتركوا لنا ارائكم في التعليقات تحت، ونراكم قريبا.